مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفه جديده، وكنتمنى الكل يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله قدم لكم هاد الكيكه هادي، وغنوري لكم السر كيفاش كيجي فيها هاد اللون الصفر ناصع. بسم الله نبداو. عندنا 8 البيضات متوسطات الحجم، عندنا 100 ملل ديال الحليب، 100 ملل ديال الزيت، وبنفس الكاس كنعبروا به السنيده. عندنا نصف حامضه، عندنا جوج خنشات ديال الخميره، ووحده ديال الفانيلا. والدقيق خديته بنفس العبار اللي خديت به البيض، يعني عطاني تقريبا 300 غرام، وغربلته جوج المرات على الاقل، جوج المرات باش كيجي باش ما يتكورش لينا العجين تاع الكيكه. كنضيف شويه الملح باش تحيد لنا الزفوريه ديال البيض. كنضيف السنيده والسكر فانيلا، كنخلطهم مزيان مع البيض. بعد ما تخلط مزيان السنيده مع البيض، كنضيف الحليب، ومن بعد كنضيف الزيت. كنخلط المكونات مزيان حتى يمتزجوا مع بعضياتهم. بالنسبة للخميرة الكيماوية كنضيفها مع الدقيق، وكنبقى نضيف الدقيق يعني على 3 مرات تقريبا، وكنخلط مزيان. باش نعرف بلي العجين تخلط مزيان، كنهز الخلاط اللي كنخلط به، تنقدر نصايب به اشكال. هنا كيبان لك بان فعلا راه العجين تخلط مزيان، والسر باش يجيك اللون ديال الكيكه اصفر ناصع، كتضيف ليه شويه الحامض في الاخر من بعد ما تخلطي كل شيء. وانتم غادي تلاحظوا ان فوا كتضيفي الحامض كتلاحظي واحد البيوضيه كتكون في العجين، يعني هاد الحامض هذا تيحافظ على اللون اللي كاين عند العجين، كيحافظ عليه ما تيخليش يتاكسد، وكيعطينا داك اللون البني الداكن. انا فضلت نحط الكيكه في هذا المول، ماشي هو ماشي مول وانما هو مقله، وحيدت ليها اليد، كتجيني فيه الكيكه زوينه. ما تنساوش البنات الا كتوزعوا العجين تاع الكيكه، ما تحطوش ما توزعوش غير في الوسط بحال كيف درت انا دروك، وزعوه على جميع الجوانب ديال المول باش ما تجيكمش الكيكه منفوخه من الوسط. صافي، غادي ندخلوا الكيكه طيب في الفران تقريبا نصف ساعه.
هنا البنات غادي نوجد الكريم تاع الليمون. غناخذ ربع لتر من عصير الليمون زائد ملعقتين كبيرتين من السكر سنيده زائد ملعقتين كبيرتين من نشا الذره. الا ما توفرش عندكم النشا يمكن لكم تستعملوا غير الدقيق الفرص ديال الحلويات. وغنضيف نصف الحامضه اللي تبقات ليا، ولكن تبقى هذا الحامض اختياري. الا ما قديتوش على الحموضه بزاف يمكن لكم تستغناو عليه. وكنحرك المكونات مزيان حتى كتذوب هذيك السنيده والدقيق مزيان ينسجم مع عصير الليمون. وكنشعل عليهم على نار هادئه وكنبقى نحرك، ما كنزقاش من التحراك، يعني بحال كيف تنصايبوا لا كريم باتيسيير كنبقى نحرك حتى كتعقد، عاد كنطفي عليه. هذه هي الكريمه اللي حصلنا عليها، كتجي عاقده، كنخليوها حتى كتبرد. وجدت هنايا فريز، يمكن لكم تختاروا اي فاكهه بغيتوا تزينوا بها. والكوك بالنسبه للكريمه ديال الليمون كيجي معها الكوك لذيذ جدا، يعني كيتناسب معها في المذاق. هانتوما كيف قلت لكم البنات، كبيت العجين تاع الكيك في الوسط، جاتني كيكه من الوسط منفوخه بزاف. اذا فاش بغيتو تكبوها في المول تاعها كنوزعوا العجين مزيان على جميع الاطراف اللي كاينين في المول باش تجي الكيكه يعني بمستوى واحد، ما تجيش بلاصه منفوخه وبلاصه هابطه. غادي نخليها تبرد واحد شويه، ومن بعد غادي نزين بالكريمه والفريز والكوك. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه، كنتمنى تعجبكم وتجربوها. شوف البنات كيف قلت لكم كيجي اللون ديالها ناصع، ما كيجيش تجيش بداك اللون الداكن. وكنتمنى نكون فدتكم بهذه الوصفه هذه، وما تنساوش تدخلوا القناه وديروا لايك وديروا تعليق وديروا اشتراك وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. وما تنساوش تكليكوا على الجرس زوج المرات باش يوصلكم دائما الجديد، وبقاو متتبعين دائما. ومرحبا بكم في فليفر اند تيست.